أستاذ مصطفى، بتشوف إزاي الموضوعات السنة دي؟ يعني أعمل لي كده بحث كده سريع، الموضوعات السنة دي بتشوفها إزاي؟ طيب احنا السنة اللي فاتت كان عندنا رجعنا للدراما التاريخية من خلال عمل انا بشوفه عمل مهم جدا، هو رسالة الإمام. وكان عندنا دراما الفانتازيا واللي قريبة من حكاية ألف ليلة وليلة في المسلسل بتاع دوريا سمير غانم. احنا بقى السنة دي عملنا ألف ليلة وليلة نفسها، حكاية من جودر حكاية حكاية من الحكايات بالظبط كده. وعندنا دراما تاريخية مهمة جدا جدا عن الحشاشين بالظبط، عن أول فرقة اغتيالات في التاريخ. أوكي، والبطل واحد من أهم نجوم مصر الفنان كريم عبد العزيز، ومعاه فريق من الممثلين الشاطرين جدا، بعيدا عن انهم نجوم لكن كمان ممثلين شاطرين جدا جدا. فعلى ما اظن ان هو المسلسل ثري بجد مليان. عندنا كمان دراما شعبيه، سواء الشعبي الاكشن اللي بيقدمه امير كراره واللي بيقدمه احمد العوضي. عندنا الادب، عندنا الاستاذ احسان عبد القدوس بيرجع تاني للدراما التلفزيونيه بالظبط كده، بطوله خالد النبوي. وعندنا كمان الكاتب الكبير ابراهيم عبد المجيد، ربنا يديله الصحه يا رب، عتبات البهجه مع الاستاذ يحيى الفخراني. ورجوع المخرج الكبير مجدي ابو عميره تاني للشغل مع نجم بحجم يحيى الفخراني، حققوا مع بعض نجاحات كبيره جدا. لا، وفكره هنا يعني خليني اقول كمان انه عتبات البهجه هي فكره العمل الاجتماعي. احنا برضو في مصر عندنا رمضان مرتبط بالعيلة، فانت دايما ياما شفنا ابو العيلة البشري، شفنا الشهد والدموع، ليالي الحلمية، فعتبات البهجة القصة اجتماعية لطيفة جدا، عيلة وجد بيربي احفاده، فهتبقى قريبة كمان للناس لانها في بيوتنا كلها بالظبط كده. عندنا كوميدي طبعا، عندنا الكبير اللي هو بقاله الجزء الثامن اهو، احنا من 14 سنة حصل توقف شوية بس الجزء الثامن موجود معانا. وكمان عندنا في أكرم حسني بابا جه، بابا جه، وعندنا المفاجأة، عندنا دون سابق إنذار أيضا ياسر ياسين. أنا بالتالي في كمان حاجات هتبقى بالنسبة لنا، يعني أنا بحب المسلسلات اللي هي يبقى اسمه كده عادي وبعدين يخطف الأنظار. يعني عندنا مسار إجباري مثلا طبعا للشباب، عندنا دون سابق إنذار ممكن يطلع حاجات كتير. أنا بالنسبة لي سر إلهي، يعني في أنا بالنسبة لي أهم تجربة السنة دي هتكون بالنسبة لي هي تجربة زي ما حضرتك قلتي والأستاذ نبيل أمن على كلامك، إنه إحنا عندنا الشباب، أنا عندي نجمين بيتم دعمهم بقوة، صحيح، عصام عمر وأحمد داش، إنه الاتنين دول بياخدوا فرصة في بطولة في الموسم الرمضاني في عز بالبلدي عز المدعكه. ده مهم لانه الشباب الحقيقه بيتابعوا وبيشوفوا، وانت كده بتقول لهم ايوه انا معاكم، تعالوا نتابع حاجه من مسار اجباري، نشوف كده على الشاشه مسار اجباري. زي ما قالوا لي دي اعتقد ده البوستر وده يمكن البرومو بتاعه. انا عمر البرنس ودي وصيتي، بكتبها لاني حاسس ان الموت قرب مني. انتوا الاثنين ولاد عمر البرنس. صباح العسل. شكلنا كده هنشيل ذنب ابوك لغايه ما نموت. انا طول ما انا معايا الحق ما اخافش. انا عمري ما اخاف طول ما اخويا في ظهري. بس القضيه دي مقفوله باب مفتاح. على قد اللقطه اللي احنا فيها دي بس انا مبسوط ان بقى لي اخويا.